السلام عليكم. اليوم نروح لولايه طاغي ليزان اللي نتعرف على مركب النسيج ب يعني المنطقه الصناعيه طاغي ليزان منطقه سيدي خطاب، وهذا المركب اللي الان اصبح يشغل اكثر من 6000 عامل في كل فروع نتاع المركب هذا اللي ينتج ملابس جاهزه، وعنده حد فروع نتاع انتاج الخيط الى انتاج القماش الى صباغه الاقمشه الى انتاج الملابس. فيه عده مصانع في مركب واحد، واللي الان بالمناسبه هذه السنه دار اتفاقيات مع عده ماركات عالميه مثل ماركه سيليو ومونغو واوكايدي، وكذلك ماركه ديكاتلون لإنتاج كل هذه الماركات العالمية للملابس في الجزائر بعد ما كانت تنتج في بلدان أخرى، واللي أصبح الملابس نتاع طيار شركة تركيا الجزائرية اللي تم يعني إنشاؤها هذه مدة حوالي 10 سنوات بصيغة 51-49%، إذا أصبحت تصدر يعني حوالي 60% من الانتاج تاعها نحو الخارج وخاصه نحو اوروبا. اذا كل هذه الماركات العالميه اصبحت تنتج في الجزائر بموجب اتفاقيات تم يعني اتمامها مع اطراف اوروبيه ممثله لهذه الماركات في الجزائر في السنة الماضية. إذا بهذه المناسبة نعرفكم بهذا المركب الضخم وندخل في كل تفاصيل نتاع المركب هذا. إذا بدون إطالة نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الرائع عن مركب طيال لإنتاج النسيج في الجزائر، ومتابعة طيبة والسلام عليكم. تعد صناعة خيوط النسيج أو المواد القماشية واحدة من أقدم الأنشطة الإنسانية. تايال هو ثمرة شراكة جزائرية تركية، حيث يعتبر مصنع النسيج هذا الواقع بمنطقة سيدي خطاب ولاية غليزان أكبر مصنع في الجزائر والأول من نوعه على المستوى الإفريقي. Notre entreprise est installée à Rulisan. On est sur une superficie de 110 hectares et nous employons 3100 employés à ce jour. Notre ambition est de faire connaître les produits made in Algeria à travers l'échelle internationale. Nous avons commencé en 2019 les exportations vers l'Europe et vers les pays maghrébins. تهتم صناعة النسيج بشكل أساسي بتصميم وإنتاج وتوزيع الغزل وتكوين المواد الخام الطبيعية به كالقطن، وهذا ما يعتمد عليه مصنع تايال للنسيج. بون هنا عندنا دو زونيتي، عندنا يونيتي 4 ويونيتي 3. الحاجة برينسيبال اللي نخدموها سيكو عندنا ترونسفير ولا ترانسفورماسيون تاع الكوطون للفيل، الفيل شوالا شغل هو الخيط. معناتها عندنا ليطاب الاولى ولا هي لا سورس تاعنا هو الكوطون القطن، من بعد نفوت على بليزيور بروسيس. هذو بليزيور بروسيس معناتها كل بروسيس فيه دي ماشين، وفي لا سورتي كاع عندنا لا سورتي عندنا خيط، وهذا الخيط سوا يروح ليكسبور يروح ليكسبور للخارج، سوا نكملوا فيه ليتيليتي الاخرين. كاين ليتيليتي باغ اكزومبل كيما التيساج تيساج، ولا كاين ليتيليتي كيما التريكوتاج سا ديبون لو فيل. اذا كانت يونيتي 4 يونيتي 4 شو ديسيني باش نروح التريكوتاج، ونيتي طروان نخدموا لو فيل الخيط الغليظ كما نقولوا لو فيل اللي يكون غليظ، هذا شو ديستيني باش يروح للتيساج. للتيساج هذه برينسيبال تاع مشغول الموطري ولا سوري تاعنا، وداخل البروسيس شوف شاك ماشين شنو دير. بصح هو البرينسيبال سيكو عندنا قطن في الديبو، عندنا لا ماتيير بريمير تاعنا عندنا كوطون في الدخله، وفي لا سورتي غادي نخرجوا لو فيل، وهذا لو فيل فاتيغ اوتيليزي في دوطخ بروسيس. يعتمد المصنع في عملية صناعة النسيج على عدة مراحل أساسية: تنظيف الألياف أو القطن،
التمشيط والغزل إلى خيوط. يتكون قسم النسيج من ثلاث وحدات، الوحدة الأولى وحدة تحضيرات النسيج. الآلة هذه هي هنا يتم تحضير أسطوانات النسيج لتسهيل عملية النسيج. يتم جلب الخيوط من المخزن، يتم تحضيرها في آلة لورجيساج ديريكت على حسب طلبية الزبون. بعدها ننتقل ننقل أسطوانات النسيج إلى عملية التشميع. بعد تحضير أسطوانات النسيج في مرحلة التحضير ننتقل إلى مرحلة التشميع، ليتم إضافة الشمع للخيوط لتتحمل إجهادات عملية النسيج لتكون أقوى، ويتم هيكلة الخيوط على جسم واحد. وحدة الإنديغو بمصنع النسيج طيال متخصصة في صباغات خيط الجين، متكونة من سلسلتي إنتاج، كل منها تعطينا تنتج لنا مليون إلى مليون ونصف متر في الشهر. نقوم بعدة ألوان من بينها اللون الأزرق اللي هو الأساسي للجين بكل تدريجاته، كذلك اللون الأسود واللون الرمادي، وكل هذا بمواد أولية ذات نوعية. نسج الخيوط إلى قماش. السلام عليكم، مرحبا بكم في الوحدة رقم 6 لونيتي دو تريكوتاج ديديي بور لا فابريكاسيون دو تيسي بور تريكو. لا ماتيير بريمير تاعنا هي برينسيبالمون لو فيل ا باز دو كوتون، كوتون بوليستير او بيان لو فيسكوز. كيما نقدروا نزيدوا ان سيرتون بورسونتاج دو إلاستيسيتي في لا كومبوزيسيون تاع التيسي تاعنا. عندنا 68 ماشين pour la fabrication de plusieurs modèles de tissus, comme les tissus pour t-shirt, pour polo, pour les jogging et ainsi les parties pour les bracelets. La capacité de production Tana est de 15 tonnes par jour, l'équivalent à 60 000 pièces de tricot. بعد وحدة تحضيرات النسيج ننتقل إلى وحدة إنتاج قماش الجينز بكل أنواعه وتراكيبه النسيجية. وحدة النسيج إنتاج قماش الدينيم تتكون من 288 آلة نسيج بلجيكية الصنع. القدرة الإنتاجية للوحدة حوالي 120 ألف متر يوميا، أي حوالي 2.5 مليون متر شهريا. بعدها الوحدة رقم 3 موجهة إلى إنتاج قماش النون دينيم، غابردين، ساتن، بوبلين، شيرتينغ، مكونة من 168 آلة نسيج من موديلات مختلفة. القدرة الإنتاجية للوحدة حوالي 1.5 مليون متر في الشهر. فيما يخص القدرة التشغيلية لوحدة النسيج حوالي 500 عامل. نعمل الآن على 100، نعمل الآن ب 150 عامل، أي بنسبة تشغيل حوالي 30%. وأخيرا هي تحسين القماش وخياطته إلى ملابس. وحدة الإنهاء للقماش دينيم، الوحدة هذه غادي نقوم بعمليات ميكانيكية وعمليات كيميائية من أجل تحسين مظهر القماش، وكذلك من أجل ضبط وتثبيت الأبعاد، وكذلك تقليص امتداد القماش.
تكون مركب النسيج طيال من 8 وحدات إنتاجية، بداية من إنتاج الخيط القماش بجميع أنواعه وصولا إلى آخر مرحلة اللي هي صناعة الملابس الجاهزة، وهذه الأخيرة تمر بمراحل من استقبال القماش الجاهز، معاينته، القيام بمجموعة من الاختبارات، التقطيع، الخياطة، آخر مرحلة اللي هي التعليب. عندنا 5 وحدات لإنتاج الملابس الجاهزة، وحدة لإنتاج القميص شوميز تبلغ 6 ملايين سنويا، 6 ملايين منتوج سنويا، وحدة لإنتاج تي شيرت لكاباسيتي تاعها 12 مليون سنويا، وحدة لإنتاج سراويل بجميع أنواعه دينيم نون دينيم لاطوال جينز تبلغ 6 ملايين سنويا، ووحدة لغسل المنتوج الجاهز جينز. مجموع الإنتاج تاعنا يبلغ 30 مليون سنوي. يتمتع مصنع تايال للنسيج ببيئة تشغيلية مليئة بالتحديات وديناميكيات اجتماعية فريدة من نوعها. Tayal, konfeksiyonun yanında özel nitelikli kumaşlar da üretmekte. Bunlar بجانب صناعة النسيج في طيال، نقوم بصنع أقمشة لها خاصية مقاومة النار والماء والشمس باستعمال مواد كيميائية خاصة، ونستطيع تطبيق ذلك على جميع الأقمشة كما رأيتم سابقا. بالنسبة لمقاومة الشمس نتبع نوع من أنواع الصباغة، ألا وهو مادة الكيوف المعروف بالجزائر، يساعد على مقاومة الشمس. كما يعد التكوين الداخلي بالمصنع أحد أهم عوامل الإنتاج. هنا في مصنع النسيج يتم تكوين حوالي 200 عامل شهريا. هذه العمال يتون إما عن طريق وكالة لانام أو عن طريق سافيا، حيث التكوين ينقسم إلى نوعين، تكوين نظري وتكوين تطبيقي. التكوين النظري لمدة أسبوع، تكوين تطبيقي مدة شهرين، ثم يواصلون التكوين في المركز التطبيقي لمدة شهرين أو 3 أشهر. يستفيد المتمهنين من بعد فترة عام تربص من عقد عمل دائم، لديهم الاختبار إن يكملوا معنا أو يقوم بورشات خاصة بهم. تمكن مصنع تايال للنسيج من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني. الأهداف الأساسية لصناعة الملابس بتايال هي خلق ماركات لبيع الملابس في السوق الجزائرية. في الوقت الحالي قمنا بخلق ماركة الملابس الداخلية، ولكن الهدف الأساسي هو خلق ماركة تجمع جميع أصناف الملابس وتكون في السوق الجزائرية بقوة.
اعتبر الشريك التركي بمصنع تايال أن قطاع النسيج بالجزائر استرجع مكانته وهو قادر على منافسة المنتوج الأجنبي. Nos produits sont certifiés aujourd'hui avec des certificats connus mondialement tels que BCI et Ecotex. Donc on peut concurrencer à ce jour avec le monde entier. Et notre ambition est de pouvoir exporter vers les pays les plus lointains et de pouvoir évoluer, voir l'évolution de l'économie algérienne aussi. Voilà. Donc pour l'année 2022, nous avons envisagé de développer avec des marques multinationaux et nos produits tels que les produits tissus et tricotés. Donc nous avons commencé aussi à commercialiser nos produits sur les grandes surfaces en Algérie. Pour pouvoir concurrencer avec le monde entier, donc nous avons été certifiés pour le secteur du textile. Ce sont des certificats très connus mondialement, Ecotex et BCI et ISO. Nous sommes pour lesquels nous avons commencé les procédures et nous donnons beaucoup d'importance pour la qualité de nos produits. C'est pour cela que nous avons un laboratoire de recherche et développement et de qualité. Et je voudrais préciser aussi que notre entreprise fait une production verticale qui veut dire que nous importons le coton brut. À la fin de la chaîne de production, nous obtenons le produit fini comme les prêts à porter. Donc on peut dire que nous sommes uniques dans le monde entier, voilà, dans son domaine.